مع عمر محمد بطلة عالم فرنسا. بعدها محسسين اننا لمساعدة الاخرين باستمرار، والشيء ده كان جوايا ازاي اثبت لناس والمجتمع القوة دي هتطلع يعني غنية او حاجة عشان يقدروا يتعاملوا معايا باسلوب دوت. بس الحمد لله انا عيلتي وقفت جنبي كتير جدا، فكان لازم بقى افكر اثبت للناس دي ازاي، ايه اللي انا عايزه اعمله او ايه اللي انا هطلعه اخليكم تعترفوا بقوتي. يعني في الوقت ده كنت قليله جدا، كنت 39 كيلو تقريبا، ف 39 كيلو دي هتعمل ايه انها تلفت انظار المجتمع ليها يعني. ففكرت ان انا العب رياضه، فما اتجهت للنادي وقلت ان انا العب رياضه، طب هلعب ايه؟ فدخلت للمسؤول في النادي قلت له عايزه العب رياضه، وداني على صاله التنس. قلت له لا مش عايزه العب دي. قال لي ايه طيب؟ قلت له عايز العب رفع اثقال. بس باستغراب جدا، انت يعني 39 كيلو لعيبك ازاي رفع اثقال؟ انت يا دوبك بار ونص يعني. فقلت طب جربني، لو ما نفعتش هدور على حاجه ثانيه. والحمد لله عشان انا عندي اصرار وانا عندي هدف عايزه اوصل له واوصله للاخرين، يعني كان في تفوق في اليوم ده غير طبيعي. واحدة وزنها 39 كيلو تشيل 55 كيلو حديد في أول بداية ليها في مسك البار، ده بالنسبة له كان إعجاز يعني. أما لو اتدربتي معايا هيحصل إيه؟ الحمد لله كان بعد 15 يوم تدريب نزلت أول بطولة جمهورية ليا، وكان عنده الثقة فيا إنه ينزلني بطولة الجمهورية. حصلت فيها على الميدالية الذهبية وعملت 60 كيلو. في الوقت ده حسيت إن أنا خلاص هحقق اللي أنا نفسي فيه. كان هدفي العالمية، والحمد لله فضلت ورا هدفي لغاية ما وصلت له. لعبت أول بطولة عالمية ليا كانت في سنة 97 في سلوفاكيا، حصلت برضه على الميدالية الذهبية وعملت 80 كيلو وأنا كان وزني 40 كيلو. كتير قوي بره كانوا نفسهم يعرفوا يعني إيه سر النجاح اللي عندي. الحمد لله يمكن دولة زي اليابان، دولة متقدمة، بعتت لي دعوة إن أنا أروح أديهم محاضرة في النجاح، إزاي تحافظ على النجاح. يعني انا لما بقعد اغمض عيني وابدا ان انا اركز، ده عشان احنا بنلعب بره في وسط جماهير كتيره جدا جدا جدا، بتبقى الصاله مليانه جماهير، فانا لازم افصل دماغي عن الجمهور اللي بيتفرج عليا، ان لو انا بصيت وركزت معاها انا هتوتر. فانا ببتدي ان انا اغمض واعيش مع نفسي الاداء الحركي اللي انا عايزه اعمله للمحاوله عشان تطلع سليمه يعني. اما حركه ايدي دي يعني انا لازم اظبط ايديا كويس قوي عشان اقدر امسك البار وما يفلتش من يمين ولا شمال يعني. احنا في البدايه كل لاعب بيبقى ليه 3 محاولات، الثلاث محاولات ديت هي اللي بتفصل بينه وبين لاعب تاني لو الثقل يعني هو بقى اكتر منه. وبعد كده بتبتدي بقى التكنيك الحركه نفسها، بنبدا ننام وناخد البار، نستعد وناخد البار، بيبدا الحكم يشوف ايديا هل هي استقرت ولا لا. لو استقرت بيبدا يقول ستارت يعني انزل بالبار. بنزل بالبار بتبقى مساله تقديريه بيني وبين الحكم، الثبات بالبار على الصدر بيبقى مساله تقديريه. بعد كده بطلع، ما ينفعش ان انا احط على الحامل غير لما يقول لي هو راكب، تيني حركه يراكب اعلق بقى خلاص.